بحكم محكمة يلغي تعديل فبراير، والبرلمان طبعا يعتبر منحل بسببين، بسبب حكم المحكمة وبسبب تجاوز هذه المدة القانونية اللي هي المفروض أن تكون سنة واحدة فقط. لذلك ما عندهش البرلمان إلا الاعتماد على اتفاق الصخيرات لإصدار القوانين، وإصدار القوانين في اتفاق الصخيرات الصيغة واضحة جدا لا تقبل التأويل، خصوصا في قانون الانتخابات وقانون الانتداب. عقيلة صالح فيما قام به بغض النظر تجاوز كل السنوات هذه السبع سنوات اللي فاتت، وأصدر قانون يعتمد على 2018 لم يشر إلى اتفاق الصخيرات، تجاوز تماما مجلس الدولة، وكأن الجهة التشريعية اللي هي البرلمان هي اللي هو البرلمان المنتخب في سنة 2014 وشرعيته استمد من انتخاب في 2014، وهذا غير صحيح، ولذلك كل ما يجي عليه هو غير صحيح. الخطورة في هذا الأمر أنه هو يعتبر في نفسه أنه هو السلطة التشريعية الوحيدة بدون أي شريك وبدون أي اتفاق، يعني هو يعتبر حتى إعطاء الثقة لحكومة الدبيبة بسبب أنها البرلمان المنتخب، وهذا نبهت له كثيرا المدة اللي فاتت، وللأسف الناس لم ينتبهوا لها الخطورة ما يعني.